عرف نفسك اتفضل. انا اسمي هاني. اه. الجيزه. يوم 5 رمضان يوم الجمعه كان قبل الفطار هنا كان في مظاهره عندي جامع عمر المكرم. انت عندك جامع عمر المكرم. اه. مظاهره واقفه بس كاتبين حركه فدائي. اه. حاطين على بقهم براستر. اه. انا مشيت دخلت شارع طلعت حرب اجيب حاجات من جوه، جيت على الساعه 8:30 كده. انا معوق مركب طرف صناعي. اه. ماشي؟ وانا معدي كده الجيش كان حوالي 300 عسكري فجاه لقيت الطرف الصناعي معلش ارفع البنطلون ادي الطرف الصناعي ادي الجيش قصرهولي من هنا وقاطع لي الحزام ماشي وادي اللي على كلامي ادي الضربه اهو اللي في جسمي كله ماشي وادي الناحيه الثانيه وادي رجلي السليمة برضه ضربني فيها بالشوم والعصيان. وقلت لهم انا معوق ماليش دعوة بالمظاهرة اساسا. انا مش تبع الاحزاب لان دي المظاهرة دي كانت مبنية على احزاب على مصالح شخصية. كل بني ادم هنا بيجي يعمل حزب لمصالح شخصية لنفسه. كان حزب الاخوان، حزب السلفيين، حزب الصوفيين. اي حزب بيتعمل حزب الحرية والعدالة. كل الاحزاب دي بتبنيها لمصالح شخصية، لكن سن الثورة بتبني ان الشعب كله بايد واحدة. ما تبنيش على احزاب، اي حد عايز يعمل حزب بعد ما الثوره ما تنجح تعمل حزب انت عايز تعمله. ما تعمليش حزب المصلحه الشخصيه دلوقتي. ايوه. تواجدك يوم 5 رمضان كان عشان كان يعني بالصدفه ولا كان كان بالصدفه، انا كنت نازل اجيب حاجات من شارع طلعت حرب. شغال ايه حضرتك؟ انا شغال موظف في التربيه والتعليم. اه. تواجدت بالصدفه 5 رمضان؟ بالصدفه، وماشي بالليل وبعد ما ضربوني بالشوم في دماغي انا وقعت على الارض. نزلوا فيا بالشوم، كنت قاعد على الارض عملوا لهم انا معوق، انا مركب طرف صناعي، ماليش دعوه بالمظاهره. ما سابونيش مشوني اتجاه عمر المكرم من ورا بعد ما ضربوني مجموعه من جيش تاني قابلتني من البخاري ده احمد كمل عليا والدليل على كلامي عندك فندق سمراميس بتوع الامن كلهم يشهدوا واحد واحد والفندق اللي جنبيهم يشهدوا واحد واحد عليا ان انا كنت مضروب في اليوم دوت من الجيش وبعد كده قعدت ارجع في الارض وجات لي دوغه والاسعاف جت غيرتني قدام الناس كلها